إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أحبائي في الله، فمع كتاب تطهير الجنان من آفات اللسان نعيش مع الألفاظ المسمومة، وهي الألفاظ كما أسلفنا تجري على ألسنة كثير من الناس ولا يعرفون ولا يدركون ولا ينتبهون إلى ما تحويه من محظورات شرعية. فتعالوا بنا الآن نعيش مع هذه الكلمة، وهي الحلف بغير الله، وهي الحلف بغير الله. فحقيقة هذه الكلمة نسمعها كثيرا. متى أكثر ما نسمعها؟ نسمع من أخينا أحمد، وهو ما سمعناه من كثير من الناس من الحلف أو القسم بغير الله من مثل الكعبة أو الرسول صلى الله عليه وسلم أو الشرف أو الأب أو الأم أو الأمانة وغير ذلك. نعم، إذن انظروا إخواني في الله إلى هذه المصيبة التي حلت بديار المسلمين، وهي أنه يجري على لسانهم الحلف بغير الله جل في علاه. فتجد أحدهم يحلف بأمه، وذاك يحلف بالكعبة، وآخر يقول لا أنا أحلف بالعزيز علي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وآخر يحلف بأبيه، وكل هذا حرام، لا يجوز، لا يجوز الحلف بغير الله عز وجل. وإخواني في الله، هي ضبط للسان، فبعض الألسنة غير مضبوطة بشرع الله، فتجده يسهل عليه أن يتلفظ بهذا الحلف بغير الله عز وجل. فما هي الخلاصة والحلف؟ والحلف لا يجوز إلا بالله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته، وغير ذلك لا يجوز، والأدلة على ذلك كثيرة وعديدة منها. إذن واحد، لابد من الانتباه أن الحلف فقط بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته، وغير ذلك لا يجوز. طيب، نسمع الأحاديث الواردة في النهي. نسمع قوله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. إذن فليحلف بالله أو ليصمت، هذه الخلاصة. إذا أردت أن تحلف فقط احلف بالله، أو اسكت لا تحلف. وقابلت غير واحد عندما تقول له لما تحلف بغير الله، قال يا شيخ بصراحة أنا بدي أكذب، فمش معقول أحلف بالله. فسوف يتفاجأ هذا الشخص أن الحلف بالله كاذبا أهون من أن تحلف بغير الله صادقا. سوف يأتي معنا بعد قليل. نسمع وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: من حلف بغير الله فقد كفر. إذن سماه الشرع هذا الفعل فقد كفر، فقد كفر أي فعل فعل الكفار، فهذه هي أفعالهم، يحلفون باللات والعزى، يحلفون بغير الله جل في علاه، يحلفون بآبائهم بأجدادهم بأمهاتهم بأبنائهم، هذا فعل الكفار. فمن حلف بغير الله فقد تشبه بهم، فقد كفر أي فعل فعلهم. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا. هنا من حلف بالأمانة فليس منا،
هل تسمعون في ديارنا من يحلف بالأمانة؟ الجواب نعم بكثرة، يحلف بالأمانة. وبعضهم في ديارنا يقع في محذور أكبر، فيقول يا شيخ أنا قصدت أمانة العاصمة، ما هي هاي أيضا حلف بغير الله، يعني ما استحلف بأمانة العاصمة صار جائز، هو أيضا حلف بغير الله. من حلف بالأمانة فليس منا، ليس من أفعالنا، ليس من صفاتنا، ليس من أخلاقنا، ليس من سلوكياتنا. كيف تتجرأ وتحلف بالأمانة؟ ويا إخواني في الله، في ديارنا يكثر الحلف بالأمانة، وبعض الناس يريد أن يجد مخرجا فيقول أمانة الله، فأولا نطق لفظ الجلالة خطأ وهي الله، ثانيا أضاف شيء إلى الله. ماذا تقصد بأمانة الله؟ هل تقصد صفة من صفات الله؟ هل تقصد فعل من أفعال الله؟ هل تقصد خلق من مخلوقات الله؟ هذه الكلمة لم ترد لا في كتاب ولا في سنة، فبالتالي مرفوضة بداية. ثم بعد ذلك نقول ماذا تقصد، وبناء على قصدك يتنزل الحكم، لكن في البداية هي مرفوضة. فإذا الحلف بالأمانة لا يجوز، فاحذر أن تحلف بالأمانة. وقلت لكم إخواني في الله في درس سابق أنني نزلت إلى إحدى بلاد الإسلام فإذا بهم منتشر عندهم الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم. كلما قلت لأحدهم شيء يقول لك بالنبي، والنبي يا رجل شو هذا بالنبي، فتقول له اتق الله لا يجوز الحلف بالنبي، يقول لك والنبي لا يجوز الحلف بالنبي. هذا سببه ماذا؟ الجهل. طبعا أهل الديانة والاستقامة من هذه الديار لا يحلفون بغير الله، طلبة العلم يعني يضبطون ألسنتهم، لكن الشاهد من هذا إخواني في الله كما في ديارنا الأمانة، كلما قلت لله بالأمانة بالأمانة أمان، فكل بلد نسأل الله العافية فيها حلف بغير الله، هذا لا يجوز، احذر. طيب نسمع ماذا قال الحافظ ابن عبد البر. قال لا يجوز الحلف بغير الله عز وجل في شيء من الأشياء ولا على حال من الأحوال، وهذا أمر مجتمع عليه. إذن هذا أمر مجتمع عليه، أي مجمع عليه بين الفقهاء وبين العلماء، أنه لا يجوز الحلف بغير الله بأي حال من الأحوال، لا يجوز. طيب نسمع. أيوة. وبالرغم مما ذكر وجلاء أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم في النهي عن الحلف بغير الله، فإن بعضهم كان يستشكل هذا. اسمع الآن، بعض الناس عندما كنا ننهاه عن الحلف بغير الله كان يقول لك ليش يا شيخ، ألم يقل الله عز وجل ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم؟ فكنا نقول له ماذا تفهم من الآية؟ قال يعني لا تحلف بالله، احلف بغير الله. أستغفر الله من هذا الفهم، فهذا فهم مغلوط باطل. معنى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم يتضح إذا أتممت الآية، أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، أي لا تجعل اليمين مانعا لك من عمل الخير، لا تجعل اليمين مانعا لك من عمل الخير. كيف؟ إنسان قلت له اذهب وزر أمك، فهي والدتك ورحمك وفرض عليك أن تزورها حتى لو حدث بينكما إشكالات. فإذا به يقول من يا شيخ حلفت إني ألا أزور أمي، فنقول له هذا يمين باطل،
لأن الله قال ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، أي لا تجعل اليمين مانعا لك من عمل الخير، لا تجعل اليمين مانعا لك من زيارة أمك، لا تجعل اليمين مانعا لك من عمل الخير. آخر قيل له اذهب إلى الحج، اذهب إلى العمرة، قال والله أنا حلفت يمين ما أروح عمرة، حلفت يمين ما أحج. هذا يمين إيه؟ باطل مرفوض. لا يجوز أن تجعل اليمين مانعا لك من إيه؟ من عمل الخير. طب ماذا العمل؟ أن تكفر عن يمينك وتطعم 10 مساكين. كفارة اليمين إطعام 10 مساكين. والسؤال الذي يأتينا دائما، يعني يا شيخ كم دينار؟ ليس العبرة الدنانير. طب يا شيخ أودي لهم أكم من جاج وهم يطبخوا؟ لا، لابد أن تبعث إليهم طعاما جاهزا من أوسط ما تطعمون أهليكم، أي من أفضل ما تأكل. فيا أما بتطبخ لهم وتودي لهم أو بتشري لهم وجبات جاهزة. والأمر الثاني، لابد أن تضمن إنه 10 أكلوا. كيف بدك تضمن؟ زي أنس اللهم ارضى عنه، عندما كان أسنة ولم يستطع الصيام وأراد أن يطعم، فكان يحضر المساكين إلى بيته ويطعم 30 مسكينا، يرى بعيني فحصلت البراءة. وأنس كان عنده قصرة، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم كثر ماله وولده وأطل عمره. فكان يسكن في قصر، السكن في قصر ممنوع؟ مش ممنوع، بشروط. الشرط الأول أن يكون من حر مالك، مش متداين. الشرط الثاني أن لا تتطاول على الناس. الشرط الثالث أن يكون لمقصد، مثل عندك ذرية كثيرة، عندك زوار كثر، عندك شغل، عندك أعمال، في مقاصد من الوسع. وبالتالي من سكن في قصر لهذه الاعتبارات هنيئا مريئا، لا حرج في ذلك. إذا نرجع، أنس كان يطعم الفقراء والمساكين ويرى كفارة اليمين تأتي بهم إلى بيتك وتراهم وهم يأكلون 10 مساكين. طيب يا شيخ بيوتنا صغيرة ويصعب أن يأتوا إلى بيوتنا، تذهب بالطعام إلى بيوتهم ثم تسأل بعد ذلك هل أكلوا أم لا، بطريقة غير محرجة. كيف الطعام؟ بالله يبلغونا، معلش يعني بدنا رأيكم بعد إذنكم، كيف الطعام؟ آه يسلموا يديك، تمام. والله الكل أكل، يعني الصغير الكبير كذا، ولا في حدا ما عجبوش الأكل؟ بالله عليك، فوقتيتها بجوز أنت صحيح وديت الطعام للفقير، لكن شو ماله؟ لم يأكل، هذا مش محسوب. لابد أن تطعم 10 مساكين، لابد أن تطعم 10 مساكين. إذن من حلف على شيء يمنحه من عمل الخير، ما هو المطلوب منه؟ أن يكفر عن يمينه وليأتي التي هي خير. طيب، إذن هذا معنى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. مين يلخص للجواب ما معنى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم؟ إبراهيم. لا تجعلوا اليمين نعم، لا تجعل اليمين مانعا لك من عمل الخير، مثل صلة الرحم والصدقات والعمرات و... طيب من يعطينا مثال عملي في زماننا على بعض الناس يحلف ويجعل اليمين مانعا له من عمل الخير؟ في الأخير أحسنت، أنه يحلف أنه لا يزور رحمه أخته لأنه تشاجر معها أو تشاجر مع زوجها. أحسن، ما هو الحل لهذا الشخص؟ نرجع إليك. تكفير اليمين. نعم، يكفر عن يمينه. ما معنى تكفير اليمين؟ إطعام 10 مساكين. هل بنفع نطلع فلوس؟ الجواب لا ينفع. ما الحل إذن؟ لابد إما واحد، نعم، إعداد الطعام، يعني أن تطبخ في بيتك ثم توزعه. والحالة الثانية،
أو أن تشتري وجبة جاهزة. طيب كيف تضمن أنهم قد أكلوه؟ لك إحدى طريقتين. واحد، وهذا أفضلها لأنك ترى بعينك أنهم قد أكلوا. الحالة الثانية، أحسنت، والطريقة الثانية أن تذهب بالطعام إليهم ثم بعد ذلك تسأل بطريقة غير محرجة ولبقة، ويعني تدخل السرور إلى قلوبهم بحيث تضمن أنهم قد أكلوا من هذا الطعام، وبذلك تحصل كفارة اليمين. أما ما نسمع من بعض الناس، يا أخي علي صيام 3 أيام، خلينيش أصوم 3 أيام. لا، هاي الصيام مرحلة عند العجز عن الإطعام، مش مباشرة الصيام. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذا تعالوا لنسمع الشرح. أيوة، كنا نقول لهم هل معنى الآية لا تحلفوا بالله واحلفوا بغير الله؟ وهذا لا يكون، لا يمكن أن يكون، لأن الكتاب والسنة من عند الله، وما كان من عند الله فلا يمكن فيه التعارض. قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإنما معنى الآية لا تجعلوا اليمين مانعا لكم من عمل الخير، ويتضح ذلك إذا أكملنا قراءة الآية، وهي قوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، أي لا تجعلوا اليمين مانعا من البر والتقوى والإصلاح بين الناس. وذلك كما يا ريت يا شباب الكل يتبع، ضروري الكل يتبع، واللي ما معه نسخة يتبع مع اللي جنبه. في نسختين، اللي ما معه يأخذ نسخة، اللي ما أخذ مش هو مخليها في البيت وجاي؟ لا ما أخذتش. ما أخذتش، تفضل. شكرا. يلا أكمل. وذلك كمثل أن يحلف رجل أن لا يزور أمه فيقال له زر أمك، فيقول لن أزورها لأني حلفت أن لا أزورها، فعندها يقال له لا تجعل اليمين مانعا لك من عمل الخير وهو زيارتك لأمك، ويكتى عليه الآية. وهذا الرجل عليه أن يزور أمه وعليه كفارة ليمينه، كما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. الآن في ناس مستشكل آخر، يعني يجد نفسه مبرر لأن يحلف بغير الله. ما هو يا جماعة انتبهوا، ما هو أشد، الفساد المعتقد ولا فساد العمل؟ وليش أيهما أشد، فساد المعتقد أم فساد العمل؟ تفضل. فساد المعتقد. ليه؟ صح، ويعتقد فيه أنه هذا دين. أيوة، ويتقرب فيه إلى الله. أيوة. أما فساد العمل فصاحبه قد يكون مقصر، يعني قربت كثير زيادة على ما قال أخونا، جاب 70%. معتقد لأنه لا، كمل كمل. مبني عمل، مبني على المعتقد هو أولا ثم العمل، مبني عليه العمل. المحاملة الأخيرة عند العمل يعلم أنه يسيء صنعا، هذا حكاها غيره. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الذي يعتقد أنه مسيء في مجال أنه إيه؟ يتوب. أما المشكلة عندما يعتقد أنه على صواب فهذا إيه؟ لن يتوب. وهذا ما حدث في ديار الإسلام بسبب جيل 90، اللي في 90s هذولا انولدوا، خربوا البلاد وقتلوا العباد وفجروا المسلمين وهم يعتقدون أنهم يحسنون صنعا ويتقربون إلى الله. وبس ارتحنا من جيل 90 وكبروا شوي، أجانا جيل مين؟ 2000. لا عقل ولا فهم، الله وكيلك. فبدأوا وشن حملة في اليوتيوب والإنترنت ويناقش العلماء، وحالة قولت أبوي رحمة الله عليه، يعني وضع صعب جدا. وهو ايش يظن نفسه؟ ايش يحسن صنعا؟ يقولك انا سكت العالم الفلاني. قديش عمرك؟ 18. الله اكبر، سكتته فعلا لانه انجلط فما قدر، كان راح يموت، راح يموت. قال لك خلاص، صعب الله عليكم،
روح يا حفيدي، مش يا ابني يا حفيدي، روح الله يرضى عليك. فقال لك ها شايف، قال لي روح يا حفيدي، معناته انا ايش سكتته. هيو فعلا اصيب بجلطة دماغية فطلع لنا جيل الألفين الآن لا دارس أصول فقه ولا قواعد فقهية ولا مصطلح حديث ولا اعتقاد ولا منهج ولا بقرأ كتب. يا ويلك إذا قلت له إيش اقرأ كتاب. بعد ما خلصنا من جيل التسعين مش راضيين يفتحوا كتب، أجانا جيل مين الألفين، إيش يا ابني توكل قتلي ولا تفتح كتاب؟ لا والله طعميني قتلي، اضربني ولا تقول لي إيش افتح كتاب. في الليل أسهر على كتاب واترك خلوي حبيبي خلوي، انا بنام وانا ايش هابطه ابني. طب الكتاب يا رجل توكل على الله، احنا ما نجيل الالفين انت عارف، لا فهم ولا علم ولا. فاكبر مشكلة فساد المعتقد، انه بصير يعتقد ان الذي يفعله هو الصواب. ومن بين ذلك انه بعض الناس يحلف بغير الله ويعتقد انه على صواب. قلنا الحجة الأولى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. الحجة الثانية الآن نسمعها، ما هي حجته لكي يحلف بغير الله؟ نسمع قول الله تعالى مثل قول الله تعالى والضحى والليل إذا سجى، والصحيح ووقفة مع آخر مستشكل. أيوة وقفة مع آخر مستشكل، وهو أنه يقرأ في كتاب الله قسم الله المخلوقات بمثل قول الله تعالى والضحى والليل إذا سجى. والصحيح أنه لا إشكال، والله جل في علاه يقسم ما يشاء وفي أي وقت شاء، لا يسأل عما يفعل ونحن نسأل، كما قال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالأحكام التي تجري على المخلوق هي من الخالق، لا يجوز للمخلوق أن يجريها على الخالق عز وجل. نعم، إذا انظر إخواني في الله هذا الشيء المهم، وهي الحجة الثانية لهذا الذي يحلف بغير الله. ما هي حجته؟ ها ما قرأناها، تفضل يا عم. يعني من يساعده؟ من يساعده؟ ما هي الحجة الثانية؟ تفضل. هو يحتج بأن الله عز وجل قد أقسم أو حلف بمخلوقاته، فيأخذ من هذا أنه يجوز له أحسنت. يقول حجتي في جواز الحلف بغير الله أن الله في القرآن حلف بغير الله، فحلف بالضحى والضحى والليل إذا سجى، وحلف بالليل والليل إذا يغشى وهكذا. فبالتالي بما أن الله يحلف بالمخلوقات فيجوز لنا أن نحلف بالمخلوقات وبغير الله، وهذا كلام باطل لا يجوز. ما هو السبب؟ واحد واحد، أن الله يقصد بما يشاء، أن الله يفعل ما يشاء ولا يسأل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اثنين ليس كمثله شيء. اثنين الأحكام التي تجري على المخلوق لا تجري على الخالق. لا يقول الأحكام تجري على الخالق، الأحكام التي تجري على المخلوق لا يجوز أن تجريها على الخالق، فهو سبحانه وتعالى خالق الخلق، وهو الذي يحكم ولا يحكم ولا يتعقب ويتعقب، لا معقب لحكمه. فإذا تنبهوا إلى هذين الأمرين، فبالتالي لا يجوز تحلف بالشمس ولا بالضحى. الآن ننتقل إلى الثالث، إلى الحجة الثالثة لهؤلاء القوم. ما هي الحجة الثالثة؟ نسمع. مستشكل آخر وهو قول قد سلمنا بما سبق، فما هو جوابكم عن حلفه صلى الله عليه وسلم بغير الله حيث قال أفلح وأبيه؟ والجواب باختصار كما قال الشيخ سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله، إن هذا كان في أول الأمر ثم نسخ، فما جاء من الأحاديث فيه ذكر شيء من الحلف بغير الله وهو قبل النسخ ثم نسخ ذلك، ونهي عن الحلف بغير الله. نعم، إذن ما هي الحجة الثالثة التي يحتج بها من يحلف بغير الله؟
ما هي الحجة الثالثة التي يحتج بها من يحلف بغير الله؟ تفضل. النبي صلى الله عليه وسلم حلف بغير الله في حديث أفلح وأبيه. نعم، يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلح وأبيه. ذاك الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ماذا فرض الله علي في اليوم من الصلاة؟ قال 5 صلوات افترضهن الله عليه. قال علي زيادة؟ قال لا، إلا أن تطوع. ثم سأل عن الصيام، ثم سأل عن الزكاة، إلى أن سأل فقط عن الفرائض. فلما ولى الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق. طب الآن قالوا إذن هنا أفلح وأبيه، وأبيه، فإذن وأبيه حلف إيش؟ بغير الله. فإذن يجوز لنا أن نحلف بغير الله. فما هو الجواب على هذه الحجة وهذه الشبهة؟ ها، فما هو الجواب على هذه الحجة وهذه الشبهة؟ ذكرنا قبل قليل، من يساعد، من ينتبه، من يمارس. تفضل. هذا وقع قبل النهي، توقع النهي بعد ذلك ونسخ. نعم، أن هذا كان في بداية الإسلام، ثم جاء بعد ذلك النهي. أن هذا كان في بداية الإسلام ثم بعد ذلك جاء النهي، نسخ. مثل أحكام كثيرة، النبي صلى الله عليه وسلم نهى في بداية الإسلام عن زيارة المقابر، ثم بعد ذلك قال ألا إني نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. فهذا يسمى النسخ عند الأصوليين. هذا جواب. جواب آخر، جواب آخر، لفظة وأبيه هناك من أهل العلم من حكم بشذوذ هذه اللفظة، قال هذه زيادة من إحدى الرواة، وإن كان ثقة لكنه خالف من هو أوثق منه ففيها ضعف. هذا قول ثاني. هناك جواب ثالث على هذه اللفظة، لا يعد بهذا حلف، لما قال أفلح وأبيه لا يعد هذا يمين، أن هناك من أهل العلم من قال هذه كلمة كانت تجري على لسان العرب ولا يعنون بها اليمين، لكن أقوى الأقوال هو القول الأول. فإذا ما هو الجواب عما استدل أفلح وأبيه إن صدق؟ هناك 3 أجوبة. من يذكر لنا جوابا واحدا على الأقل؟ 1 بدنا أصابع جديدة. يلا أبو محمد. نعم، أن هذا كان في بداية الإسلام ثم بعد ذلك نسخ. أحسن. 2 2 أن بعض العلماء قال أن هذه اللفظة شاذة، والشاذ هو ما رواه الثقة مخالفا لما هو أوثق منه. هذا قول ثاني. الجواب الثالث إنه كانت الكلمة هاي عادي عند العرب. نعم، يعني كان عند العرب تجري على لسانهم ولا يعنون بها اليمين. مش عادي، هاي في الأردن بتحكي لها، يعني لا يعنون بها إيش؟ اليمين. فإذا تنبهوا إلى هذه الأمور 3. طيب، برضو في كمان مستشكل، بس تسمع هاي الحجج سوف تستفيد شيئا مهما في حياتك أيها الداعية إلى الله. ما هو وما هي؟ تستفيد شيء منهجي في الحياة كاملة عندما تسمع من يحتج بهذه الحجج على جواز الحلف بغير الله. ماذا تستفيد؟ تستفيد ان هذه الشبهة، هذا في هذه المسألة انا اتكلم، ماذا تستفيد في شيء منهجي في حياتك؟ تفضل. لا، احنا ما بنتكلم عن مسألة الان الحلف، بنتكلم عن امر منهجي. فمن زين له سوء في عمله فراه حسنا، الشيطان يزين للإنسان العمل فيعمل ويظن أنه حسن. يعني أحسن من هيك عبارة، قربت.
لستون أرحم الناس بالخلق. قل الله يجزيه الخير. أهل الباطل استدلوا على باطلهم من الكتاب والسنة. يعني برضو قربت، يعني الجوابين هذول أقرب أكثر من هيك. أين منهج السلف؟ أي أن طول هذا يعني طول بالك نستفيد شيء منهجي مهم جدا، وهي أن كل من يعمل الباطل يحضر لك عذرا في فعل باطله. فالذي يسرق عنده مبرر، بقول لك أنا عندي مبررات، لكنها مبررات وما لها مرفوضة. فما تقعد تقول الكسلان من طلبة العلم شو ماله؟ محضر لك مبررات. اللي مش راضي يفتح كتاب والعمر بيجري برضه طالع لك ايش؟ مبررات انه ما يفتح كتاب. اللي ما بيربي اولاده عنده ايش؟ مبررات، لكن مبررات شو مالها؟ باطلة. اللي بيزني والعياذ بالله بعطيك مبررات. بل يا جماعة احكي لكم بصدق انه انا قابلت ناس مجرمين 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 وفي السجون ومحكومين، ضمن قصة طويلة التقيت فيهم وين وكيف. كل واحد بيطلع لي مبرر للمصيبة اللي سواها، كل واحد يعني حتى اللي قاتل بقول لك عندي مش ندمان مش تايب. ولذا اول شرط من شروط التوبة ايش؟ الندم. اندم انك ما بتفتح كتاب عشان تتوب الى الله. بتكون تندموا ولا عادي تفتحوا الخلوي بس؟ لا بتكون تندموا. بدنا نشوف ولا واحد فيكم بيبكي انه بيفتحش كتاب؟ والله ولا واحد بيضحكوا قاعدين كمان. هذول مع وين التوبة الان؟ اين التوبة من عدم فتح الكتب؟ ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. طالب علم وما بفتح كتاب، ولا حول ولا قوة الا بالله. فاذا اي باطل كل واحد عنده ايش؟ مبرر. اللي بده يطلق مرته بطلع لك مبررة، واللي بده تخلع جوزها محضريت لك مبررات، واللي بده يرمي ابوه في ملجأ العجزة عنده مبررات، واللي بدوش يربي اولاده عنده مبررات، لكن مبررات شو مالها؟ باطلة. فإذا تستفيد شيء منهجي مهم، إنه ما من باطل إلا ولصاحبه حجة ومبررات لعمله، لكنها لا تنفع عند الله جل في علاه. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. إذن لنتوب إلى الله جل في علاه، وكل واحد بده يحاول يرمي اللوم على غيره. أحدهم ترك الدرس العلم، طب ليش؟ عنده مبررات. فلان ما بده يراجع الدرس، عنده مبررات. لا تنفع عند الله. أول شيء اندم على المصيبة اللي انت واقع فيها، بتفتحش كتاب اندم، بلش ابكي. يلا تضحكوا معناته ما وين التوبة؟ اين التوبة من عدم طلب العلم؟ ولا ينطبق علينا قول الذهبي كدت لا اراهم الا في كتاب او تحت تراب. يا اخوة لنتوب الى الله جل في علاه، وخصوصا نحن طلبة العلم الذي أصبح حال طالب العلم فيسبوك ويوتيوب وواتساب مجموعات. نحن لسنا ضد هذه الأشياء لذاتها، لكن ألا تكون وسيلة تبعدنا عن الكتب. الكتب، وبعض الناس لو قلت له أنت مخير بين أمرين، بين أن تجلد وبين أن تفتح كتاب، يقول لك لا إيش اجلدني ولا إيش أفتح كتاب. أنت من أنو صنف؟
اسأل نفسك انت من انو صنف؟ مكتبة امانة العاصمة يا جماعة تعبت غبرة، ما عاد طلبة العلم يأتوها، المكتبات العامة تدخل على السجل طول اليوم، جاي واحد ولا اثنين بعدما كان الدفتر مليان فيش مكان تكتب اسمك فيه. اين طلبة العلم؟ لنستيقظ من سباتنا. طيب نرجع الى الحجة التالية عند هذا الذي يريد ان يحلف بغير الله، ماذا يحتاج؟ ايوه قال، وهي قوله انكم تعطون المسألة اكثر من حقها وتهونونها وتجعلونها امرا وكأنه كبيرة. اذا سوف تجد بعض الناس يقول لك يا اخي امر عادي، امر عادي سهل، واذا حلف بغير الله انت مكبر الامور. فهذا الشخص بدل ما يأمر بالمعروف فإذا به يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف. على إيش الأمور؟ شو ماله سهل؟ حلف بغير الله يعني أمور سهلة. ماذا نقول لهذا الشخص الذي يرى أن الحلف بغير الله سهل؟ نسمع. فالجواب إننا حقا نقول إن الحلف بغير الله كبيرة. إذن الحلف بغير الله من الكبائر. الحلف بغير الله من الكبائر. نسمع. فها نحن كبيرة، وكيف لا يكون وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم كفرا أو شركا. إذن أولا هو كبيرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه كفرا أو شركا. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. اثنين، ولكي يتضح المعنى أكثر فها نحن ننقل ما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه في هذه المسألة حيث قال: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. مع أن الحلف بالله كاذبا كما هو معلوم من الكبائر، ومع ذلك فإن ابن مسعود رضي الله عنه يبين أن هذا الإثم يهون مع إثم الحلف بغير الله. إذن إخواني في الله، الحلف بغير الله كبيرة، الحلف بغير الله كبيرة من الكبائر. والأمر الآخر يتضح هذا من كلام ابن مسعود اللهم ارض عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد. ماذا يقول عبد الله بن مسعود؟ لأن أحلف بالله كاذبا. ما حكم الحلف بالله كاذب؟ هذا يسمى إيش؟ يمين الغموس، يغمس صاحبه في النار. لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. يعني تحلف بشرفك وانت صادق إثمك أكبر بكثير من اللي حلف بالله كاذب. انتبهت؟ يعني إنسان كما نرى في الشارع بيحلف بشرفه، بيحلف بعرضه، بيحلف بأمه، بيحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، بيحلف بالكعبة وهو صادق، وآخر يحلف بالله كاذب يغمس في النار. الذي حلف بغير الله صادق إثمه إيش؟ أكبر وأعظم. إذن لما نجعل هذه المسألة مهمة؟ ما هو الجواب؟ هذا اللي شرحناه. من يعيد الشرح؟ لما نهتم بألا يحلف الناس إلا بالله وألا يحلفوا بغير الله؟ هل هي مسألة مهمة لهاي الدرجة؟ هل هي ولما؟ نسمع. تفضل. هل هي مهمة؟ قل هي مهمة جدا. نعم. لأن الحلف بغير الله كبيرة من الكبائر. كيف حكمت أنه كبيرة؟ لأن فساد المعتقد يعني أعظم من فساد. من يساعده؟
لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر. إذن واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الذي يحلف بغير الله كفر وشرك، والكفر والشرك لا يطلق إلا على الكبيرة. اثنين، قول ابن مسعود أن أحلف بالله كاذبا أحب لي من أن أحلف بغيره صادقا. أحسنت، لقول ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. طب إذن ما هي الخلاصة؟ الخلاصة إذا أردنا أن نحلف، نحلف فقط بالله ولا نحلف بغير الله. بهذا نكتفي، ومن كان عنده سؤال أو استفسار فليكتب على ورقة ونستمع له. وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.